لابد أنكم تسمعون بطائفة اسمها القاديانية. القاديانية ينتسبون إلى بلدة أو قرية في الباكستان تسمى بقاديان. هناك خرج رجل من الصوفية عالم، لكن كان صوفيا صاحب طريقة، فادعى أولا بأنه المهدي، ثم ادعى بأنه عيسى المبشر بنزوله في آخر الزمان، ثم ادعى أنه يوحى إليه، وله كتاب مطبوع باللغة العربية اسمه حقيقة الوحي، وله هناك كفريات عجيبة جدا من هذا النبي الذي كذب وافترى على الله عز وجل. يقول هناك مثلا يزعم أن اسمه أحمد، وكان اسمه الذي سماه أبوه غلام أحمد. غلام أحمد ترجمة غلام أحمد في لغتهم أي خادم أحمد، والمقصود بأحمد هنا نبينا محمد عليه السلام، وهذا الوليد سموه تبركا بغلام أحمد أي خادمه. ثم لما ترقى في الضلال حذف كلمة غلام وبقي اسمه أحمد، ثم زعم بأن الله عز وجل أوحى إليه ذلك الكتاب المعروف بحقيقة الوحي. ماذا يقول فيه؟ قال الله له: يا أحمد، أنت مني بمنزلة توحيدي، أنت مني بمنزلة تفريدي. يعني التوحيد هو بمنزل توحيد الله عز وجل، وله من مثل هذه ضلالات كثيرة وكثيرة جدا. لكنه لما ادعى النبوة اتبعه ناس إلى اليوم، وهو مضى عليه تقريبا نحو 70 سنة، مات. لو أتباع اليوم منتشرون في بريطانيا، في ألمانيا، في فرنسا، ولهم نشاط عجيب في الدعوة، لا أقول في الدعوة إلى الإسلام، وإنما في الدعوة إلى إسلامهم، لأن من إسلامهم أن النبوة، عليكم السلام، أن النبوة لم تنقطع، خلافا للآية المعروفة: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خلافا لقوله عليه الصلاة والسلام: إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا نبي ولا رسول بعدي. وخلاف قوله عليه السلام لعلي لما ذهب عليه السلام إلى تبوك وخلفه في المدينة نائبا عنه، قال له عليه الصلاة والسلام: أنت بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. هؤلاء القاديانيون لا تظنوا أنهم ينكرون شيئا من أركان الإيمان أو شيئا من أركان الإسلام، لا، هم يؤمنون معنا في كل هذه الأركان، فهم يصلون ويصومون ويحجون، وأسماءهم أسماء إسلامية تماما. فهل ترونهم مسلمين وهم يعتقدون بأن هذا الرجل نبي صادق، ثم هذا الرجل يقول بأنه سيأتي أنبياء من بعده؟ طبعا هؤلاء ليسوا من المسلمين، لأنهم أنكروا كما يقول الفقهاء ما هو معلوم من الدين بالضرورة. معلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، للآية المذكورة آنفا وللأحاديث التي ذكرت بعضها أيضا آنفا. الشاهد: هل لا يؤمنون بهذه الآية؟ الجواب نعم. هل لا يصدقون بهذه الأحاديث؟ الجواب نعم. كيف هذا وهم يقولون بخلاف الآية وبخلاف الأحاديث؟ هنا تأتي مصيبة التأويل، هنا تأتي مصيبة التأويل الذي كان سببا
لتفريق المسلمين تلك الفرق القديمة والتي لا يزال شيء من آثارها حتى اليوم. المعتزلة مثلا دلوا وخرجوا عن الجماعة، هل كفروا بشيء من آيات القرآن؟ الجواب لا. إذن لماذا ضلوا؟ لأنهم سلطوا معول التأويل على نصوص القرآن والسنة فضلوا ضلالا بعيدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك هؤلاء القادانيون ما خرجوا عن القرآن والسنة لفظا، ولكنهم خرجوا عن القرآن والسنة تأويلا وتحريفا. فقالوا مثلا في الآية السابقة: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله أي هو رسول الله حقا وصدقا، لكن خاتم النبيين معنى هذا الوصف أنه زينة النبيين وليس آخرهم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين قالوا هذا تشبيه وهذا مجاز، كما أن الخاتم في الإصبع زينة الأسابع واليد، كذلك محمد هو خاتم الأنبياء أي زينتهم وليس آخرهم. فإذا هم آمنوا وهم كفروا، أي آمنوا بلفظ القرآن وكفروا بمعناه. ترى هل ربنا عز وجل حينما يريد منا أن نؤمن بالقرآن يريد منا أن نؤمن بلفظه دون معناه، أو بمعناه دون لفظه، أم يريد منا أن نؤمن بهما كليهما لفظا ومعنا؟ لا شك أن الجواب لفظا ومعنا. وجد في المسلمين من الفلاسفة الذين يعتبرون من الذين خرجوا من دين الله أفواجا، وكما تخرج الشعر من العجين. قالوا الآيات التي جاءت تأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ليس المقصود بهذه الآيات هو هذه الصلاة التي يفعلها المسلمون حتى اليوم الحمد لله، صلوات في أوقات خمسة بركعات معروفة بشروط وأركان وإلى آخره. لا، هذا خطأ في فهم الآية، إنما المقصود أقيموا الصلاة يعني الدعاء، والزكاة يعني تطهير النفس. فعطلوا هذه الشرائع كلها، ومعنى هذا أنهم لا يؤمنون بالله ورسوله حقا. هذا ما يقوله بعض الفلاسفة الإسلاميين. لكن هناك ضلال أدنى درجة من هذا الضلال، لكنه ضلال أيضا. ولا أريد أن أعود إلى بعض الأمثلة القديمة، حسبنا هذا المثال الجديد الآن. ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي زينتهم، أي هو ليس آخرهم، لأنه جاء بعد الرسول غلام أحمد القادياني، وسيأتي من بعده أنبياء كثر. والآية فسروها، أولوها، عطلوا دلالتها، كاليهود يحرفون الكلمة من بعد مواضعه فوقعوا في الكفر، وهم يعتمدون على القرآن، وهم يعتمدون على القرآن زعموا مؤولين للآية خلاف تأويلها الصحيح. ماذا فعلوا بالحديث؟ سمعتم آنفا قوله عليه السلام لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. قالوا: لا نبي معي، أما بعد موتي فهناك أنبياء. هكذا. إذن هؤلاء هم من الفرق التي جاء إشارة إليها
في قوله عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، هذه الفرقة من هذه الفرق 72 الهالكة. لماذا؟ لأنهم ولو آمنوا بالقرآن ولكنهم سلكوا غير سبيل المؤمنين في تفسير القرآن. من أجل ذلك قال الله عز وجل في الآية السابقة في القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا هؤلاء القاديانيون وأمثالهم قديما وربما حديثا لما آمنوا بالآية وأولوها غير تأويل المؤمنين إذا جزاؤهم ما جاء في الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إلى هذا القدر.